بحضور المعنيين بقطاع النقل والمرور، عقد أعضاء منظمة العمل الإفريقي من أجل التنمية مؤتمرا صحفيا حول المخاطر المرتبطة بحركة النقل والمرور، جرت المناسبة بمركز بابا مصطفى هنا في العاصمة نجمان. تقرير ياسر محمد أحمد. إن احترام قوانين الحركة المرورية يمثل اهتماما بالغا لدى المجتمع، كما أن عدم الإلمام بقواعد إشارات المرور في مختلف التقاطعات بالمدينة يسبب حوادثا يروه ضحيتها بعض المواطنين. ومن أجل تسليط الضوء على ذلك يأتي هذا المؤتمر الذي نظمته منظمة العمل الإفريقي من أجل الوحدة والتنمية بهدف توعية المواطنين وإخبارهم بالإشكاليات المرورية وأمن الطرقات تحت شعار الحركة المرورية في أواخر السنة. أحيا هذا المؤتمر كل من مفوض شرطة ديجينا دي ساباي ومفوض شرطة طاهر محمدي. وقد أوضح الأول بأن هذا المؤتمر يهدف إلى إخبار المواطنين حول مخاطر الطرقات وتوعيتهم حول الهلول الفعلية والدائمة كاستخدام الخوذة والمرآة والقيادة بهدوء واحترام قوانينها. أما المؤتمر الثاني فقد تناول حصيلة الحوادث المرورية لعام 2016، كما قدم رسالة توعوية موجهة لمختلف فئات المجتمع. هذا ونشير أن المؤتمر تخللته أسئلة مختلفة طرحها الحضور والصحفيين وقد لقيت إجابة من قبل المؤتمرين. نظم صباح اليوم تحالف الأصالة للمنظمات الشبابية من أجل البناء بقاعة كلية الطب الملتقى التفكري للأصالة تحت الشعار الأصالة فكر متجدد وعطاء مستمر. كان ذلك بحضور نائب الأمين العام لحزب الحركة الوطنية لإنقاذ الـMPS دكتور زكريا محمد صالح ووزير الثروة الحيوانية الدكتور محمد نظيف يوسف والعديد من مسؤولي الدولة. تقرير آدم حسن المكاوي. الأصالة فكر متجدد وعطاء مستمر، شعار أخذه تحالف الأصالة للمنظمة الشبابية من أجل البناء مظلة لملتقاه التفكري الذي جاء ليتوج الملتقيات التفكرية التي عقدت بين شباب الأصالة خلال الأسابيع الماضية في العاصمة والأقاليم بمشاركة فرق الأصالة بمختلف دوائر العاصمة نجمان والبلاد في حشد جماهيري يترأسه الرئيس الوطني لتحالف الأصالة الدكتور حسين مسار حسين. اللجنة التنظيمية للملتقى ونساء الأصالة وممثلي الفروع الإقليمية للأصالة كلهم أكدوا في خطاباتهم دعمهم لمسيرة النهضة والتنمية التي يقودها فخامة رئيس الجمهورية دريسدي بيتنو، مشيدين بجهود مؤسس التحالف الدكتور حسين مسار، مؤكدين في الوقت ذاته عزمهم على العمل معه جنبا إلى جنب لخدمة الوطن، بالإضافة إلى تقديم تحالف الأصالة برقية شكر لفخامة رئيس الجمهورية دريسدي بيتنو تسلمها الأمين العام النائب لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ زكريا محمد صالح. كما قدمت بهذه المناسبة توصيات وقرارات للملتقى التفاكري والتي من أبرزها تأكيد وقوف شباب وشابات الأصالة مع برنامج رئيس الجمهورية دريسدي بيتنو الرامي إلى تنمية البلاد ونهضتها وتأييدها الكامل لبرنامج إصلاح مؤسسات الدولة واستعدادها للمشاركة في الملتقى الوطني لإصلاح المؤسسات، وكذا حس الشباب والشابات على ضرورة التوجه إلى المشاريع الخاصة في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية للمشاركة في التنمية الاقتصادية من أجل القضاء على البطالة. الأمين العام النائب لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ خلال كلمته بهذه المناسبة شجع وأثنى على جهود تحالف الأصالة. باسم مكتب الحركة الوطنية للإنقاذ، باسم الأمانة العامة وباسم مؤسس هذا الحزب وباسم المكتب التنفيذي أن أشارك معه. نحن في المكتب نعلم جيدا أن من ضمن الشباب الذين وقفوا في وقت الشدة هم شباب العصابة، ولهذا أنتم سند لنا، أنتم القوة التي نحن نعتمد عليها في سياستنا إن شاء الله. رئيس تحالف الأصالة في كلمته خلال الملتقى أشار إلى أن الملتقى جاء في وقت تخطو فيه البلاد خطوة ثابتة نحو التنمية والتقدم رغم قلة الإمكانيات والظروف الاقتصادية. إن شباب الأصالة وشابات الأصالة في العاصمة والأقاليم عقدوا الملتقيات التفاكرية منذ أسابيع خلت لمناقشة كل ما يتعلق بالأصالة ووضعوا الخطط والاستراتيجيات الناجحة، وإن قلة الإمكانيات ليست عائقاً ولكن كل اعتمادنا على الله وعلى طاقاتنا وإمكانياتنا لتحدي الواقع والوقوف مع صانع السلام وقائد المسيرة
الرئيس إدريس ديبي إتنو من أجل المساهمة في نهضة البلاد والسهر من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها. هذا ونذكر بأن الملتقى التفكري لتحالف الأصالة للمنظمات الشبابية من أجل البناء يعد الثالث منذ تأسيس التحالف. أقامت مؤسسة دي بني لرعاية الأطفال اليتامى والمشردين يوما ثقافيا للأطفال بمقر المؤسسة الكائن بالدائرة السابعة بحضور جمع من المدعوين. تقرير عبد الله إبراهيم وقراءة عباس أبكر مصطفى. إن الأطفال اللقطاء والمشردين كغيرهم من الأطفال وجب عليهم أن يحصلوا على حقوقهم المشروعة كالرعاية الصحية والتعليم والرفاهية الاجتماعية. لذا نظمت مؤسسة دييب بني من أجل رفاهية الطفل يوما ثقافيا عرضت بعض المنتجات اليدوية والنحت الفنية والتي تنصب عائداتها في مصلحة الأطفال. هذه الخبرات تحصلوا عليها خلال تدريبهم في المؤسسة. من جانبها مؤسس مدرسة دييب بني ناجيمباي سيفورا في كلمتها أثناء المناسبة قالت إن هذه المؤسسة هي إنسانية صرفة تهتم بأمر الأطفال والأيتام والمشردين، لذا تحتاج هذه المدرسة مساعدات في جميع احتياجات الأطفال. مدير مكتب عمدة بلدية الدائرة السابعة محمد آدم إسماعيل ممثلا للعمدة تناول في حديثه مسألة كيفية تقديم الدعم وأشار إلى التعاون مع الجهات والمؤسسات ضرورة إنسانية. نذكر أن هذه المؤسسة ترعى نحو 55 طفل يتدربون في الحرف الصغيرة والتعليم الأكاديمي. في ذات السياق وفي ذات المؤسسة دييب بني قدم صباح اليوم أعضاء فريق إريفي أدوات مدرسية وملابس وأقمشة لصالح الأطفال الأيتام بالمؤسسة، كان ذلك بحضور مسؤولي المؤسسة. تقرير أدم محمد شرفتين. العطاء الإنساني لا زال يتواصل يوما بعد يوم من قبل جمعيات المجتمع المدني وفاعلي الخير في أواسط شرائح المجتمع الضعيفة سيما في دور الأيتام والعناية بهم. لذا قام أعضاء فريق النادي إريفي بأن جمعنا لتقديم بعض من الأدوات الدراسية ووسائل تعليمية مختلفة إلى جانب بعض من الملابس والأقمشة لصالح مؤسسة دييب بني بحي قاسي بالدائرة السابعة. وبهذا قدم رئيس اللجنة المنظمة كلمة أشار فيها إلى ضرورة العناية بهؤلاء الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى رعاية صحية ومراكز تعليمية. أعقبته في الحديث مديرة مؤسسة دييب بني هي الأخرى شكرت أعضاء النادي على قيامهم والوقوفهم الفاعل من أجل مساعدة الشريحة الضعيفة من المجتمع. رئيس النادي محمد صالح من جانبه قال بأن الهدف من هذا التوزيع هو مرافقة أطفال الأيتام وتوفير الرفاهية الاجتماعية لهم، مؤكدا بأن هذه ليست هي الأولى من نوعها ولم تكن الأخير بل هو الدور الرابع، ودعا النادي تقديم المستلزمات الضرورية للأطفال في نهاية شهر ديسمبر مع ميلاد عيسى المسيح المجيد وختمة المناسبة بتوزيع الهدايا والأدوات المدرسية لأطفال الأيتام بالمؤسسة.